بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الآباء الأكارم، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله تعالى من الجنة مقعدا. كاين طفل صغير مريض، ادعو لرب العالمين ان شاء الله ربي يشفيه، نسال الله تعالى باسمه الشافي ان يشفيه. وكاين اخ ايضا مريض تعبان عنده سرطان الدم، ادعو الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يشفيه ويعافيه ويخفف عليه. وكاين ايضا رجل اخر كبير مريض، ادعو لرب العالمين يشفيه. وهذا المرض راه ابتلاء وطهاره للانسان، فهذا المرضى المسلمين اللي راهم في المستشفيات، اللي راهم في البيوت، اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهمش، جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يرفع عنهم الضر، وباسمه الشافي أن يشفيهم جميعا إن شاء الله. وكاين مرأة عندها مشاكل، أدعو لها رب العالمين إن شاء الله يرفع عليها هذا الهم وهذا الشدة إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا المجلس الطيب أيها الأحباب، ناول معكم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حديث عظيم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والله يخوف هذا الحديث هذا يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأنه رانا في الزمن اللي اشتدت فيه الفتن، اللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: يصبح الحليم فيها حيران. الحليم يعني الإنسان الرزين، إنسان اللي يحسب مليح وينظر إلى عواقب الأمور ويعرف الحق من الباطل، وتلقاه داير يدو على خده ويستغفر في ربي وجابت الله ورعلاه، ما كاينش اللي يسمع له، لأنه الحق اشتبه بالباطل وكثرة الفتن. فالحليم الذي يلجأ إليه في وقت الأزمات باش يفك الأزمات، يقول لك يا ودي ما لقينا ما نقولوا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هذا فيه تخويف من الرسول عليه الصلاة والسلام على كثرة الفتن كلما اقترب الزمان لقيام الساعة. لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا إلى ما يعصم به العبد نفسه من الفتن، وهي الأعمال الصالحة، فقال: بادروا بالأعمال. بدأ أعطانا العلاج هو الأول. وشوف كلمة بادروا، شوف كل كلمة في الحديث هذا إلا وعندها معنى عظيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بادروا، بادروا بمعنى سارعوا، سابقوا، المبادرة. يقول لك خذ المبادرة. شوف مثلا، نعطيك مثال. بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، زوج متداوسين متنايفين، وانت تصلح بيناتهم، تروح لهذا وتروح لهذا، تلقى في زوج كل واحد عنده استعداد باش يتكلم مع أخوه. لكن أيهما أفضل وأحب إلى الله؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، بمعنى يبادر. لازم تكون تلول. احنا دوك نتكلموا على الاصلاح. المجتمع تاعنا مش محتاج اصلاح، محتاج اصلاح. الاسره تاعنا ماشي محتاجه اصلاح، محتاجه اصلاح. وشو خصنا؟ مبادره. بادروا. مصيبه دوك احنا، شوف قاع طبه، قاع طبه. اي واحد تقول له عندي درس، يقول لك روح دير شويه
هذاك اللي اسمه الشيخ قرنفل ولا دير هكذا يقول لك طبيب هو يعرف من التجربه تاعو معناها كاع رانا عارفين المرض نشخصوا المرض بصح وراها المبادره للاصلاح هذا هو المبادره للاصلاح المبادره للعمل الصالح لازم تكون انت الاول لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال بادروا بالاعمال والمقصود بالاعمال هنا هي الاعمال الصالحه المقصود بالاعمال هي الاعمال الصالحه لذلك دائما تلقاه في القران رب العالمين يقرن بين الايمان والعمل الصالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لماذا لان الاعمال داخله في مسمى الايمان فكي تقول ايمان الايمان ما وقر في القلب صح ومن بعد وصدقه العمل انت تامن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالجنه وبالنار وبالغيب وتامن يعني باللي صلاه فرض وما تصليش وراها العمل وما تزكيش الزكاه هي عمل هذه اعمال يقوم بها الانسان بالبدن نتاعو اعمال لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول الايمان بضع وسبعون شعبه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لا إله إلا الله محلها القلب التصديق وإماطة الأذى عن الطريق عمل حركة حركة كاين أذى في الطريق نحيوه فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل لنا هذا العمل دخلوا وجعلوا شعبة من شعب الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إذا أردتم أن يعصمكم الله تعالى من الفتن قبل نزولها فقدموا بين يديها العمل الصالح فهو الذي يحول بينكم وبين الوقوع فيها لذلك قبل ما يحكي عن الفتن حكينا على العمل الصالح الإنسان إذا مات كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه ماله وولده وعمله يا ربي ثبتنا يا رب فيرجع اثنان ولده وماله ويبقى معه عمله يدخل معه القبر إذا كان من المحسنين الطيبين اللي فيهم الخير وخافوا رب العالمين فيراه في أحسن صورة وفي أبهى منظر يقول له من أنت وجهك لا يأتي إلا بالخير يقول له أنا عملك أراني معك أنا هو العمل تاعك وإذا كان عكس ذلك يراه في أبشع صورة يقول وجهك لا يأتي إلا بالشر من أنت يقول أنا عملك العمل صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما قلت لكم الجمعه اللي فات لما الرجل قال لسيدنا ابو بكر قال له نسبك سبا يدخل معك الى قبره، قال له يدخل معك انت والعمل تاعك كي تسبني. هذا داخل في الصحيفه تاعك ماشي في الصحيفه تاعي. يدخل في الصحيفه تاعي الصبر على الاذى. هذا هو يدخل في الصحيفه تاعي، اما انت يدخل في الصحيفه تاعك يدخل في العمل تاعك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا حبيت رب العالمين يبعد عليك من الفتن كثروا الأعمال الصالحة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا يعني قدموا قبل الفتن أعمالا صالحة الفتنة هي كل ما يفتن به العبد من ابتلاءات نتاع خير وتاع شر. رب العالمين يقول في القرآن الكريم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. الشدائد فتنة، هذا الشدة هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها عنا وأن يرفع عنا الغمة وأن يرزقنا الغيث النافع وأن ينزل علينا رحمته. واحد قال لي ودي كورونا هذا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. كورونا هذا راه يحتاج السخانه لازم له السخانه باش ما ينتشرش.
احنا نطلبوا ربي الغيث ماشي البرد، البرد ربي قادر، علاه كورونا هذا جا وحده ولا؟ حتى يقولوا باللي كاينه يد صناعه الامراض وكذا وكذا، لكن هي داخله في اعمال العباد التي لا تخرج عن تدبير الله الكوني. ربي قيوم سبحانه وتعالى. لكن احنا ندعو ربي ان الله عز وجل كان لما ينزل الغيث النبي عليه الصلاه والسلام يستبشر ويقول انها رحمه، رحمه من الله تبارك وتعالى. هذا الشده هذه ابتلاء فتنه. هذه الشدة فتنة، والمؤمن شوف المرض فتنة، الشدة فتنة، الخير فتنة، الشر فتنة، الضيق فتنة، الاتساع فتنة، لأن المؤمن مطالب بأمرين في وقت الفتنة، سواء فتنة الرخاء ولا فتنة الشدة. محسوب احنا كون جا الغيث ينزل والخير كاين والناس مكفيه، هذا علامه الرضا تاع ربي. علامه الرضا راها لازم لها العمل الصالح. الانسان مطالب بامرين، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، في حال الرخاء ان يظهر شكرك لله رب العالمين، وفي حال الشده ان يظهر صبرك لله.